مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الموعد. اليوم نحن حنحاول في الحلقة دي أنه نعمل رحلة نتمنى تكون لطيفة لكل الناس اللي بيتابعونا داخل السودان وخارجه، محبي وعشاق قناة الشروق الفضائية. الليلة حتكون الرحلة دي ما بين الفن التشكيلي والفن، واحد من الفنون الأدائية أيضا الفن الغناء وكتابة الشعر والتلحين والتصوير في التشكيل. الفنون دي عموما هي مرتبطة ببعضها ارتباط كبير جدا من ناحية الحس والذوق وعلاقتها بالمتلقي أيضا. نحن هنحاول نفتش في العلاقة دي، وبرضه حنحاول نمشي للجدليه بتاعت هل الفن ده بيورث ولا ما بيورث، مع انه الليله كان بيورث حيكون حاجه مختلفه عن اللي كان يعني بيتميز بها الوالد المغفور له. اليوم في هذه الحلقه نحن حنسبح في كثير من اغنيات ابو صلاح، وابو صلاح ما نحن اللي حنتكلم عنه، يعني اغنياته هي اللي بتتكلم عنه. الجمهور الشعب السوداني يعرف ويعرف كثير جدا من الكلمات اللي تغنى بها عدد من الفنانين الشباب او ايضا الرواد. ابو صلاح استطاع انه يجعل للاغنيه السودانيه في موسمة محدده، يمكن لحد يوم الليله كثير من الفنانين الشباب بيستقوا منها. في هذه الحلقه حيكون معي ضيوف اعزاء، انا سعد جدا انه واتشرف بوجودهم. الاستاذ عبد المنعم ابو صلاح الفنان التشكيلي، اهلا ومرحبا بك، مساء الخير وحبابك في قناه الشروق. مساء النور، وانا والله سعيد يا استاذ اليوم اطيل عبر قناتكم الجميله، واحيي الغايمين على قناه الشروق، واحيي الجمهور الكريم وجميع محبي الفن عامه في السودان بجميع اشكاله والوانه، والفن طبعا متعدد. نعم اشكاله كثير. نعم ايوه. نحن أكثر سعادة بوجودك، وأيضا نسعد أن يكون في هذه الأمسية يشاركنا في الحديث ويبدأ آراءه وأيضا يجملها بكثير من طبعا بقول بكثير من الأغنيات، عارف أنها حتكون بسيطة لكن مؤكد لما نستمتع بها حنحس بها كمية كبيرة. هذه الأغنيات الأستاذ الفنان ياسر تمتام، مساء الخير حبابك. أول حاجة سعيد جدا أن أكون في معية رحاب شاعرنا أبو صلاح. أبو صلاح هذا الهرم العملاق الذي أعطى الأغنية السودانية الكثير من الأغاني والدوبيت والمديح. نعم. نحن زمان بنقول الفنان عشان يطرب الناس لازم يكون هو مستمتع، هل الحكاية دي حتى الآن موجودة ولا خلاص بقت صنعة وبقت الحرفية دخلت في الموضوع فالإحساس شوية قل؟ والله أنا عندي نفس الكلام ده موجودة؟ لو ما حسيت بالحاجة ده ما بقدر أغنيها. طيب نحن دايرين نستمتع بإحساسك وأنت يعني بتؤدي وبتمارس الحاجة اللي أنت بتحبها. جدا. افتتح لنا الحلقة دي بأغنية. أنا والله حافتتح لك الحلقة دي يا سيدي بأغنية لأبو صلاح من بواكير أبو صلاح الغنائية. سماح البساتين. البساتين. والله يرحمك يا ياسر. مالت فروع عدا
طسطني تزجل همي الرنين الورغ صداها الخجل مر يا نسيم داخل الرياض رايق وسل مر يا نسيم داخل الرياض رايق وسل يا زف فؤاد اللي هدون امر يرتسل قل لي هو عاشقك للامر ضاع وامتسل يبرد خطاب الاحلى من صافي النحل مشي شابه مشية الخيل في الوحل في المشي شابه مشية الصحوب الرحل فغص ضبيب الضمر والجيد والكحل شوف يا نسيم من هجر كيف جسم انتحل مع انه ساكن قلبي في أقرب محل أطير ترنم بشعر قل أرتجل ومن برا الغصن الطريق سامي الأجل مالت فروع الدوحة طسطني تزجل أمي الرنين الورق صداها الخجل في المشي شابه مشية الخيل في الوحل في المشي شابه مشية السحوب الرحل فغص ضبيب الضمر والديد والكحل شوف يا نسيم من هجر كيف جسمي انتحل مع انه ساكن قلبي في اقرب محل هواها شابة في جسمي شعل يلعب تتيهك والدلالة دون زعلانا راضي راضي بأنا راضي بحبيبي حكم الغرام مهما فعل شوف يا نسيم شكرا جزيلا استاذ ياسر كثر خيرك معلش وانا صغيره كده شايف فيه الرطوبه على لساني البوظه العوادي العود صوته شويه اختلف طبعا اي والله الايام دي خريف والرطوبه وكده أيوة. لكن غيرته احنا انا شخصيا كمستمع ما يعني ما حسينا بفرق يعني لكن دائما سيد القصه بيكون ايوه بيكون لا بيكون راجع عليه هو ان احنا شاكرين للاداء الجميل اكيد هو حيكون غطى على الحكايه الصغيره بتاعت الرطوبه دي استاذ عبد المنعم الاغنيه دي فيها تصوير للطبيعه بشكل كبير يعني واحنا دائما لما نتكلم عن الفن التشكيلي احنا كمتلقين عديد ما كناس خبراء او محترفين يعني في هذا الفن بيجي في بالنا طوال الطبيعه والتصوير والوصف وكده
والحكاية دي كانت عند الوالد يعني موفورة في شعره. ده يكون هو المدخل اللي حببك في الفن التشكيلي، الوصف والتشبيه والطبيعة والحاجات دي. والله هو طبعا الشعر ابو صلاح عامة يعني بيتحس فيه بيتناول الطبيعة كثير في اشعاره، يعني خاصة في الطبيعة كمان الصحراوية. أيوه. يعني هسه لو مسكت شعر ابو صلاح بتلاقي كثير من الرشا يا كحيل. أيوه. ويا اعطف علي يا ريم خل العيش حرام برضه. أيوه. تصوير كثير. فهو بيذكر يعني الطبيعة كثير، الطبيعة الصامتة والطبيعة الحية. وبعدين يكون الشعر حق ابو صلاح لو تناولته بتلاقيه عبارة عن تصوير ديجيتال. يعني تمسك القصيدة حقت ابو صلاح بتشوف الصورة قدامك وكأنها يعني على فيديو، بارع في الوصف والتشبيه. أيوة. فطبعا إذا نظرنا لبعض الأشعار برضو بتلاقيها يعني عبارة عن لوحات. بتلاقيها عبارة عن لوحات، يعني لو مسكت مثلا من قليب الجافي ولا قليب الحان، النسيم يتردد عامل استمحان، الطيور تتناشد رايقا للحان، والزهور بتصفق ويرقص الريحان. يا سلام. ايوه. فبتلاقي عباره عن لوحه طبيعيه، يعني زي ما انك انت مثلا ترسم لك منظر طبيعي كده فيه زهور وطيور. انت من صغير بتستمتع طبعا بالحاجات دي، يعني بالاشعار بوجود الفنانين والمغنيين مع الوالد، هل ده كان المدخل لحبك للتشكيل والله دي كانت حكايه ثانيه؟ يعني والله نحن طبعا نشأنا في البيت الكبير، يعني وجدنا اخونا بدوي الكبير بدوي ابو صلاح، لقيناه برسم قدامنا. يعني لقينا في البيت الالوان والفرش والتفاصيل دي كلها تحت يدينا ومتاحه. طلع عن اسره فنيه شكل. ايوه. فبدينا مدرجين، يعني نحن هسي انا وبدوي ابو صلاح، مصطفى ابو صلاح، عوض ابو صلاح، كلنا تشكيليين. لانه طبعا يعني ممكن تكون جينات، لكن برضه زي يعني ابو صلاح قفل مساحته انه واحد يطلع فينا شاعر. طبعا دي مستحيل، يعني صعب الحكايه. لا لا لا، صعبه شديد، رفع المستوى شديد. ايوه. فبقينا نحن ناخذها هنا بنرسم، بنكتب بالريشه يعني بنجسدها كلوحات. استاذ ياسر، الاحساس بالكلمات يعني من اي فنان للثاني بيختلف، يعني نعم. لكن في زول بيحس بالكلام وبيتمنى انه يكتب زيه، في زول ربنا بيديه ملكه انه بيقدر يكتب، في زول ما بيقدر يكتب، انت بتكتب لنفسك يعني. نعم. الكتابه للغنى صعبه والله يا اخي. انا بتكلم عن في الايام دي، يعني في بالك برضه السوق الاحساس الايام دي احساس ثوري واحساس بالوطن، ونادر ما الواحد يكتب له. انا غايت بنضم على روحي طبعا، يعني الزول يكتب له قصيده غزليه او تغزل في شخص معين، يعني تلقانا طوالي يا وطني العزيز يدي مغالي علي وفيك النيل بفطح النية. يا والشعب والحرية والسلام والعدالة اللي ما دي نحن غايته هي كلها معاني مكتشفة، حايمين في المدنية. نعم. لاعبين في الدور ده، لكن الاستمتاع في الإطلال على شعر أبو صلاح، أنا عندي له تذوق آخر غير الغنى. هو أنت عندك خصوصية بتحب يعني بتغني غناه أكثر واحد من فنانين الحقيبة، يعني والله أنا بتناول أبو صلاح من ناحية وصية. عمنا عتيق الله يرحمه، لما كنت أمشي له في البيت عشان أشيل الغنى، بيقول لي اسمع أسأل الغنى الفادي، أنا بدي إلى محمد البشير عتيق. البساتين دي ما تغنت كثير. أيوه. ما مطروقة يعني. آية داني له وأقول له أها غناك، قال لي اسمع أنت شيل القوي، أبو صلاح ده في كفة ونحن كلنا الشعراء في كفة. والله هذا باللسان. يا سلام. نعم نعم. البساتين هي ذات يا استاذ ياسر، يعني في الفتره الحديثه دي ظهرت بصوتك انت، ما كانت يعني. نعم. ما كانت مطروقه يعني. ما من الاغاني. طيب عاوزين نسمع ثاني احنا اغنيه، طبعا حنكون طماعين. شفت انا حمشي كده واجيك راجع يعني في الحلقه دي، اتمنى انه زمان يكون طويل. يعني عاوزين نسمع اغنيه من اكثر الاغاني
في اغنيه كده الفنانين بيسموها نشيد العالم، الناس بيطلبوها طوال يعني، فانت اكيد في اغنيه طوال الناس بيطلبوها من اغاني ابو صلاح بيطلبوها منك. والله طبعا اغاني ابو صلاح كثيره اللي بيحبوها الناس، لكن احنا لما اقول لك لحظك الجراح عزايا فيه وفيه والضرب والراح منايا زهرة الافراح مسجون عند صراح منايا بيض ضاق الكون لا أجل براح مني فارق وشال لم عيوني وراح منايا زهرة الأفراح هاي لانه لا 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 المكيف عامل في العود ده انا اخليك تنظم مع عبد المنعم ابو صلاح شويه واقوم اوزن العود عشان احنا بنسمي ناس عالمين كويس. وطبعا دي واحده من مجازفات الشغل على الهواء طبعا بنكون متعودين عليها. ايوه ايوه صح، الناس ما بيتخيلوا انه الاعواد والكمانجات دي بتتاثر، لكن طبعا هاي بتتاثر بالجو. عموما كويس برضه مخارجه كويسه. لا لا ممكن، لكن المقطعين ديل كانوا لطيفات شديد. نعم ممكن انا خمس دقائق واجيكم راجع جدا طوالي. الاجواء في البيت كانت بتكون كيف؟ يعني احنا بنتكلم عن زول بيصنع في التاريخ يعني في الوقت ده. نعم انا بس اعقب على الاغنيه حقت لحظه الجراح وبرجع لسؤالك. طبعا لحظة الجراح الشعراء عامة شعراء الحقيبة كانوا بيرمزوا رمز للمحبوبة. أيوه. بيرمزوا لها رمز، يا رمز حرفي أو رغمي. يعني الرغام اللي بيتهوس وبعضها بيكون حرفي فيه. طبعا الفترة دي حقبة كانت مستحيل الواحد يصرح باسم البيتا والمحبوبة أو صحيح كدا. فأسي في لحظة الجراح دي يعني بيقول لحظة الجراح عزايا فيه وفيه الطرب والراح منايا زهرة الأفراح. منايا دي طبعا بين قوسين كناية لمنى، ده الكود هنا. الكود هنا كناية لمنى. طبعا الزمن ده لو منى ونايا طبعا الموضوع بيكون مختلف، الحكاية بتبقى صعبة. منى دي يعني واحدة من حسان العباسية يعني. طبعا البيت الكبير النشائن وطلع رانا في ما في حي العباسية. صحيح. أيوة. فأبو صلاح قام دخل بحرفية عالية جدا لحظة الجراحة زاية فيه وفيه الطرب والراح منايا، منايا كأمنية وكناية لاسم منى حسنة العباسية. لو رجعت لسؤالك، البيت طبعا بيت عادي متواضع زي باقي البيوت في الفترة ديك، البيوت العادية، بيوت أم درمان القديمة أيام النفاجات. لكن حالة الفن العمومة والطرب ويعني الحالة الكبيرة بتاعت الاستمتاع بالأغنيات وبالحقيبة، الحكاية دي كانت موجودة في البيت؟ يعني هل الفنانين خاشين مارجين؟ نعم 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 أيوة. كيف الفنانين داخلين وطالعين، والأكثر من الفنانين الشعراء. يعني نحن كان البيت بيتنا يعني خاصة يوم الجمعة بيتجمعوا فيه جميع الشعراء، جماعة الشعراء كانوا بيتجمعوا. يعني كأبو صلاح مثلا أكبرهم يعني مش شعرا يعني حتى كبداياته تجربة تجربة نعم. فكان ناس عمر البنا طبعا الله يرحمه العم عمر البنا من الناس الصغين،
هو وعتيق من الأصدقاء نعم من الأصدقاء، فكانوا بيتجمعوا وبيطرحوا لبعض آخر قصائدهم وكتابات. طبعا مؤكد بتكون في النص في كثير من القصص والحكاية والمنافسات في منو اللي بيوصف ومنو اللي بيكتب ومنو اللي حيعبر عن الناس وكده. احنا نتمنى انه نتعرف عليها برضو القصص دي كلها، لكن خلينا نستأذنك فنيا بس احنا حنطلع لفاصل قصير من بعده نرجع نتواصل مع كل الناس في الموعد. خليكم معنا. حبيكم مشاهدينا، نعود مرة أخرى نتواصل معاكم وهذه الحلقة ما بين الفن التشكيلي والغناء، ونحن في حضرة القامة أبو صلاح، ونسعد أن يكون ضيفين عزيزين معنا في هذه الحلقة، الأستاذ الفنان التشكيلي الأستاذ عبد المنعم أبو صلاح، مرحبك مرة ثانية، وأيضا الأستاذ المغني المجيد ياسر تمتام. العود عمل لنا حركات قبل الفاصل مع الرطوبة بتاعت الجو، ودي حاجة كويسة إنه يعني بتدي المشاهد يحس إنه مكيفاتنا كويسة نحن في الأستوديو يعني. لا والله بقت كويسة شديد، كويسة شديد، لكن أثرت على العود، ففي أغنية اضطرينا إنه نقطعها لحظة الجراح. نأسف للجمهور الكريم. يعني هل ممكن نعيدها؟ ممكن ممكن. الحكاية في يدنا يعني. عسى ما وزناها. تفضل. أوكي. لحظك الجراح أزايا فيه وفيه الطرب والراح منايا زهرة الأفراح للقلوب شراح مبدعي شي عجيب مسجون عنده صراح منايا بيضا الكون لا أجد له براح مني فارق وشال لم عيوني وراح منايا زهرة الأفراح ليك أمور مصاح يا خلاصة حسن العجم والفصاح منايا بيجنون يا صاح حبيبي هوي يا تومي هوي أمين بعادك هل بقربك ألقنا صاح منايا زهرة الأفراح ليك محي وضاح ليك جبين نور بيك مع الجمال نضاح منايا والدمي فضاح الليلة هو الدمي فضاح أتومي هوي والدمي فضاح أسير هواء البيت تعلم بدون إيضاح منايا زهرة الأفراح
أديش غرامك زاح هدا حصن المهجة وليدي معي الزاح منايا عقلي كاد ينزاح الليلة هوي يا هوي 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 أقول لي هجرك جد يا جافي كل مزاح منايا زهرة ليك محي وضاح ليك جبين نور به مع الجمال نضاح منايا والدمي فضاح الليلة هوي أسير هوايا البي تعلم بدون إيضاح منايا أعمري أضحى مباح في الغرام لا غير لغاك أرباح منايا أسر ليك يباح يا تومي هوي ليل 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 يا تومي هوي سر ليك يباح أفي الظلام تتبسم وليلي أبقى صباح صباح منايا زهرة الأفراح تعبت الأصفاح طرفي يا فنوم من طيب عبيره الفاح منايا أبين عيون صفاح يا سيدي هوي الليل 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 في مي بس ما يقدر الدر في صدره في مي بس ما يقدر الدر في صدره يا 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 تومي هوي يا يا سيدي هوي يا تومي هوي في صدره يستفاح منايا زهرة الأفراح. جميل جدا ممتع والله. شكرا أستاذ ياسر تأخيرك ديك العام. أستاذ عبد المنعم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقة الشعراء ذي زمان ببعض يعني أنت قلت لأن هم كان أصدقاء وناس ناس عتيق يعني فأكيد بيناتهم كان في مساجلات بتاعت شعر يعني مش هو تنافس لكن زي مجاراة كده هم كانوا بيجاروه في في هو كان بيكتبوا زمان من الأشعار. نعم وطبعا الأشعار الحقيبة دي في الحقبة الأولى يعني وبتجمعوا صداقات قوية جدا مع بعض يعني لو أخذنا الناس المغربين أقصد الشعراء المغربين لأبو صلاح بتلاقيه عمر البنا عتيق وهم كانوا كمجموعة ولا كانوا يعني متناغمين
مع بعض، لكن دخلت بعد ذاك فترة المضاربات. فترة المضاربات دي قسمتهم على قسمين، فكان في قسم يعني بضم أبو صلاح وعمر البنا وعتيق وحدباي، والقسم الثاني كان بيضم سيد عبد العزيز، كان يعني بغياب السيد عبد العزيز انقسموا لقسمين، سيد عبد العزيز والدرضي وعبيد عبد الرحمن. فالفتره دي كانت فتره مضاربات بيناتهم، لكن انتجت لنا اغنيات جميله طبعا، جميل جدا طبعاً. جدا ايوه، فكانت يعني فتره خصبه جدا. شنو من اشهر الاعمال اللي اتكتب في الوقت ذاك كتبه استاذ ابو صلاح؟ والله هو طبعا في اعمال كثيره يعني، في لو بتستحضر من وصف الخنتيله، وصف الخنتيله، وفي طال نومي وليل، وكان نومي هادي، نومي هادي دي من القصائد ذات الذكر فيها عديل كده ديت الست مليم. طبعا الزمن التاريخ نحن لازم نتكلم في الحته دي. فهي كانت المضاربات دي كانت ما بين الست مليم ديت، مليم ده الاسم الحركي لها، ودي كانت اللي احدثت العاصفه حقت من الاسئله وحل الكتابه الشاعر والدرضي. وطبعا كان غادرت العاصمه ومشت الجنوب وكذا والرجاف نعم ايوه. فقام في قصيدة من الأسكلة وحلة في بعض أبياتها بيقول بعدك الخرطوم أصبح خبور، فقاموا حسان السوق الخلاصي ما احتجوا يعني كيف بعد الستية إنه نحن. فالحكاية دي كان اختصر ليه، كان قام جاء العم عمر البنا الله يرحمه لأبو صلاح الصباح قال له بنات العاصمة ديل بناتنا محترضات شديد على الكلام ديت، فقام كتب له 40 قصيدة 40 نص ايوه 40 نص. ابو صلاح كان انتاجه غزير جدا، فعمر البنا لحن منها جزء، وكان من ضمنه القصيدة اللي ذكرتها عليك دي انا ديل طالس هادي وكان نومي هادي. وفي نهايتها بقول الف مليم ما بيسو خاتم في خنيسرك بتعلقي خنيسرك تصغير نعم ايوه الف مليم يعني اللي هو الاسم الحركي لمليم. عموما يعني الحكايه دي برضه طلعت لنا كميه كبيره من الاغنيات اللي لا لك ايوه. انا اللي عجبني انه اثناء ما عبد المنعم بيسرد ياسر بيتداخل بالكلام كويس، والله حاجه مشرفه انه الفنان يكون مثقف يعني، لانه كثير من الفنانين الايام دي هم مؤديين بس ما عندهم ثقافه ومعرفه بالتاريخ القديم. ده خلينا طوالي كده نتعامل معاك بعد كده كناقد فني يعني. اللي بيكتبه ابو صلاح مش سهل جدا انه يتلحن، لكن بتحس بالموسيقى جواه، بتحس باللحن جواه. الحاجه دي الان صعب جدا انها تتوفر يعني في 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 البيكتب في هذه الايام، فكده اعمل لنا سياحه كده في التلحين وعلاقته بالكلمات اللي بيكتبها ابو صلاح. اوكي، اول حاجه انا قاعد اسمي عمنا أستاذ أبو صلاح، أنا قاعد أسميه الشاعر المتمرد. متمرد على إنه عليه روحه، بيتحدى نفسه يعني. كتب الليلة قصيدة عشان قال ليك إنتاجه غزير، لو في قصيدة تلحنت وعجبته بجاريه بجاريه هو براو بجاري شعره بجاري شعره وبضرب مثال الجماعة كلهم بيعرفوا خلي العيش حرام ما دام رأى الموت يا حيل، لما مرقت كده وعجبته طوالي أضيع في هواك يا مهاب حرام وما ذنبي عند خلاف فالغرام. وبرضه جميلة لكن ديك لقت نصيب أكبر. صحيح، يخفي يا بيت بيقول في وصفك لسان العزول في بكم محاكم جمالك دغيغ الحكم، وكم أبدو ليك شكوى يا خليكم ما أنت خصيمي وأنت الحكم. يا سلام يا سلام. وزي دي كثير، شوف العين قالت دلالة برضو جاء روحك
يعني أبو صلاح ومتمرد تاني في الغافية. الناس زمانك في الشعر الحقيقة بتوب باللزوم ما لا يلزم. أيوة. اللي هو التزام الشاعر في نهاية الغافية بحرفين أو أكثر أو ثلاثة أو ثلاثة دي أبو صلاح عملهم أربعة وخمسة وخمسة دول ممكن يكونوا كلمة كاملة يعني. نعم كلمة كاملة يعني عندك ضرب مثل الأغنية بتاعتها غير بسط النسمات رسائل أغرب صدر شيء جوهر صدر المحافل جوهر صدر المحافل لطيفك ملقيت وسائل غير بسط النسمات رسائل أغرب شيء وعجب مسائل حلم صاحب دمع سائل إن شكيت في أمري سائل البدرين كونه مثيلة يا سلام بياخد آخر اللي آلك 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 دي ثابتة أيوة الحرف الأخير من هنا ده هناك بيكون مراد هو واحد من بواقي الغافية يجي في الختام يعمل ده إيلة أولى كده ودي صعبة خلاص دي صعوبة الحكاية يعني انت هو حرف واحد وحرفين دي قد تتلقي سهل أيوة. لكن ثلاثة أيوة. أربعة خمسة حروف دي عشان تلقى من أصعب أنا زول بكتب طبعا الحكاية صعبة شديد إيه مشكلة كبيرة إلا تكون زول عنده ذخيرة كاملة وافرة صحيح يكون عنده ثقافة برضو كبيرة نعم ما في زول منكم بيكتب من أبنائه بيقول قلت لي هو صعب لكم القصة دي فاخترت الفن التشكيلي نعم أيوة لا ما في الأسرة وما في واحد بيكتب لانه طبعا احنا لما قمنا ووعينا يعني انا هسه كل ما اقرا قصيده للوالد ابو صلاح بكتشف فيها حاجات جديده اخر اكتشافاتك شو طيب يعني اشركنا معاك يعني مثلا انا لما صبي وبقرا شعر ابو صلاح ديت يعني حسيته بصوره مثلا زي ما تقول ما زي بعد ثاني سنه يعني عمرك التذوق بيختلف يعني لو بتتعمق ابو صلاح شفته يعني لو اخذنا مثلا الفن التشكيلي او السريالي انت بتقف جنب اللوحه كده بتشوفها ملخبطه يعني كانسان عادي المتلقي العادي كده ملخبطه لكن لو مثلا اختنيتها وخطيتها في بيتك وكنت انسان عادي كل يوم بتجي بتشوف فيها حاجه جديده صحيح كل ما تقعد تعلقها كده بتشوف فيها حاجه جديده صحيح حتى الفنان الراسيمة ذاته ممكن برضو نفس الحاجة دي يكتشف فيها عشان كده ترديد الأغنيات الحقيبة بشكل عام أغنيات أبو صلاح بشكل خاص الناس ما بيملوا منها تظل موجودة في بيوت الأفراح في المناسبات في اللقاءات التلفزيونية في اللقاءات الإذاعية وغيرها احنا طبعا يعني وصلنا لختام الحلقه احنا لما عرفنا انه حنتكلم عن ابو صلاح في حلقه زمان ساعه حسيت انه ده حيكون فخ يعني فنتمنى انه نكون شويه وفقنا فيما قدمناه نحن محتاجين نقعد معك لسه كثير عشان نتكلم عن هذا الفن وعن الاستاذ ابو صلاح نتكلم برضه عن الفن التشكيلي واحد من العباره حاره لكن من المهملات في الفنون نعم. في قنواتنا وفي نعم. في اعلامنا يعني محتاجين برضه نفرد له مساحات نعم. عموما شاكر جدا لحضوركم اجمل حياتي قبل ما تختم مع عبد المنعم تفضل يا ريت لو يعني في كثير من القنوات ما بيتطرقوا لانه ابو صلاح عنده ديوان مديح من اجمل ما كتب صحيح شعراء الحقيبه في المديح نعم ديوان كامل ديوان كامل. وانا مدحت له ثلاثة مدح اسمه جواهر الاشعار في مدح النبي المختار هل في مدح فيه والناس تطرقوا لها نعم نعم انتشرت منهم الاستاذ ياسر غنى ثلاثة مدايح ثلاثة مدحات من كلمات صلي يا تواب على مر راي نور صواب محمد النبي الأواب نبي الله نور الكون ما عملت مقارنة بين كتابته المديح والشعر الغزل والله المقارنة هل حسيت انه المقارنة بحاجة واحدة بس التزامه بلزوم ما لا يلزم في القصائد يعني بحتات الصعبة يعني ضرب مثل نبي الله نور الكون صلى الله في عد ما كان عد ما يكون وسلم عليه عدد الكائنات بعد حراك وسكون عد رمل البغاع الخالي والمسكون شو سكون مسكون يعني أبو صلاح في اللزوميات
ما في زي والبلا كل البلاغة في شعره بس كله صراحة يعني. شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم مرة ثانية. و يعني شنو ما بيعرفوا الناس عن أبو صلاح ممكن نختم به يعني إحنا؟ والله هو طبعا أبو صلاح الناس بيعرفوه من خلال شعره وزي ما تفضل برضو الأخ ياسر ربنا يجزاه خير، أبو صلاح كتب عن الدوبيت، كتب عن القصائد الوطنية. الناس دي نهضوا الاستعمار وكتب قصائد وطنية كثيرة جدا، كتب للجيش وكتب للمزارع كل الأعمال دي موجودة عنده، الأعمال دي موجودة ومحفوظة إن شاء الله وحتصدر في ديوان قريب إن شاء الله. أما عن شخصيته أبو صلاح رجل بسيط جدا، أم درماني رجل بسيط يعني، حتى لما الناس تشوفه كده ما 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 يعني بيعرفوا حجمه الشعري والأدبي، لكن إنسان كان بسيط، صديق لأولاده و رجل بسيط. في البيت شاعر ولا والد كان؟ لا في البيت والد طبعا. وبعدين يكون الشاعر ده طبعا احنا مع اولاده الصغار، الشاعر ده ذاته بيكتبوا في البيت في اوقات مختلفه. واكثر كتاباته عن الشعر كانت في بيوت الافراح. نعم. لما كانوا بيعزموهم في بيوت الافراح قطع اخضر بيكتب يعني البيت بتكون بتقعد ترقص وبيقوم بيصورها ديجيتال. نعم. تصوير ديجيتال. فمعظم قصائده أو ربما تكون 95% منها في بيوت الأفراح، وبكون كتوسيغ للعريس. نعم. بيعزموه أصدقائه في أفراح في زواجاتهم وكذا، فيوسيغ له الزواج. نعم. لو لاحظت هسه أكثر قصائده بتلاقي في نهايتها بيذكر اسم العريس. صحيح. يا ربيع في روضة الزهور، يعني معظمها 95% منها بتطلع من المناسبات. شكرا لك جدا استاذ عبد المنعم ابو صلاح الفنان التشكيلي، شكرا لحضورك لكل ما قدمته. أنا استاذ ياسر انا بس معلش يا استاذ احمد عايز اوجه تحيه للاسره لانه دائما بيلومونا في الحته دي، اللي بوجه تحيه للاخ بدو ابو صلاح، عوض ابو صلاح، مصطفى ابو صلاح، وبرضه تحيه للاخوات محاسن ابو صلاح، عواطف ابو صلاح، صفية ابو صلاح. ومحاسن ابو صلاح دي طبعا جنة الولدان في عطف علي يا ريم، ذاكر اسمها الوالد في الاغنية حقت عطف علي يا ريم يا نافر الغزلان في الغافية حقه في اخرها بقول في حارة فيها محاسن جنة الولدان. وانا شاكر لكم جدا وعايز احيي معلش بس برضو عندنا مجموعة حقت معجبي الشاعر ابو صلاح في الفيسبوك، عايز احييهم فردا فردا واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بنحيي الصفحه وكل القائمين عليها، بنحيي كل ذكرتهم من اشقائك وشقيقاتك واسرهم برضه، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. استاذ ياسر احنا سعيدنا جدا، يعني الزمن كان بسيط صغير شديد يعني، والعود عمل لنا قصه جبال، لكن انا سعدت يعني بالحوار معك. ومره ثانيه زول بيكون فخور جدا انه يكون فنان مثقف يعني وعارف بتاريخه. نحن زي ختمنا بدري فعندنا زمن طويل عشان اغني به اغنيه كده ما اهله كده، فغني لنا اكثر حاجه انت ممكن تكون بتستمتع بها يعني بعد ما تحيي المشاهدين في الختام. اول حاجه انا اقول لهم كل سنه طيبين كلكم، وان شاء الله السودان دائما في امن وامان. وانا والله سعيد بهذه الاطلاله، اي ما سعاده كوني في حرم شاعرنا ابو صلاح، وبعد زمن طول من هذه الغناء الفخمة يعني. نقول لكم يا جماعة حافظوا على وطنكم وحافظوا على أريضكم لأن هي الباقية لنا. أما الغنية أنا والله محرش من برا. كويس. ثاني محاسن دايرة غنيتها. هي الغنية بقت منتشرة كثير يعني وللمفخرة أنا بفتخر بروحي إنه أنا سجلتها 88 في الإذاعة سنة 88 عمري كان 18 سنة. ليش بس ما كانت تقول التواريخ والزمان الموضوع ده كان تخليه ما داس بينه وبين ما أنت طلعت المعلومة إحنا ما عندنا مشكلة. أعطف علي أريم يا نافر الغزلان، خصرك رقيق علي قلبك حجر المالان.
أحسب دقايق الليل أنا والنجم زملان أحسب دقايق الليل أنا والنجم زملان يتابع هواك ومجافل أهل والخلان يا لعالي صدرك وما قلب ضميرك الحزلان لو عيني تنظر خدك ومد ما زعلان أنا يا جميلة هواك فعلا وأقول ولسان أنا يا الجميل بهواك فعلا وأقول ولسان بالنغمة تذكرني بالنظرة واللمسان راجع فدح خصرك ولسيف لحاظك سان وانا يا مدل القصيدي من الحسن إحسان زي طلعة البدر نور من جبينك بان زي طلعة البدر نور من جبينك بان فيك نغمة القمر وما يلام في ريع البان كم لك محب محتار في حبكم قلبان من ذكرتك يتمايل بالفرح طربان يا أكحل العينين يا ناير الأوجان أكحل العينين يا ناير الأوجان شكلك يريع ويزيل قلب الإنس وجان شفنا البروق تسريك من بسمتك سريان ما بين بياض الدر وخضرة المرجان يا آية الحسن وريحانة درمان آية الحسن وريحانة السودان غاية محاسن الجيل في كافة البلدان أنا ساكن بشاطئ بروف وبداخل الأبدان ساكن بشاطئ النيل وبداخل الأبدان في حارة فيها محاسن جنة الوداد علي
قلبك حجر ما لامس.